وللحديث أكثر حول هذا الموضوع وبشأن الانتهاكات الحقوقية المستمرة في العراق في ظل استنكار حقوقي دولي، ومع إفراط الحكومة في إصدار أحكام الإعدام من دون محاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي السيد محمد عماد. سيد محمد، مرحبا بك. بداية، منظمة العفو الدولية انتقدت المحاكمات التعسفية التي تفضي إلى أحكام تفتقد معايير العدالة والتي تصل إلى حد الحكم بالإعدام. كيف تقيمون عمل القضاء في العراق، وإلى أي مدى تتوفر فيه معايير العدالة للمتهمين؟ أهلا بكم. في البداية تحية لك وللسادة المشاهدين، ودعني أنطلق من سؤال حضرتك فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة المتواجدة في جمهورية العراق، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي زادت وتيرتها في الأحداث الأخيرة الجارية في العراق والثورة الشعبية التي انطلقت، والتي أشارت إلى أو سلطت الضوء إلى الحجم الأكبر من الانتهاكات التي تقوم بها السلطات العراقية والحكومة العراقية تحديدا فيما يتعلق باعتقال النشطاء والمدنيين ووضعهم في محاكمات غير عادلة للأسف، وانتهاء بمرور أولئك المعتقلين بأحكام بالإعدام. لكن دعنا نؤكد هنا أن الأمر لا يتوقف على عملية تطبيق حكومة حكم الإعدام عفوا، بل هو ما يسبقه من إجراءات وما تقوم به السلطات العراقية. بالمناسبة، الأساس القانوني لهذا الاعتقال هو لا يوجد أي أساس قانوني، بمعنى أن هناك جماعات مسلحة وأن هناك ميليشيات تتعاون، وهنا نضع علامة استفهام كيف يكون هناك توحيد للجهود بين القوات العراقية الرسمية وبين الميليشيات أو الجماعات المسلحة، حيث تتحد الأهداف فيما يتعلق بملاحقة النشطاء والصحفيين والمدنيين وكتاب الرأي. وبالتالي ننطلق هنا، الانتهاك الأول هو انتهاك الاعتقال دون أي مبرر قانوني ودون سند قانوني، ثم ننطلق في مرحلة عدم العرض على النيابة العامة وأن يكون هناك محامي وحق الدفاع وأن يبدي الشخص حقوق الدفوع له بعد ان يعرف ما هي التهم الموجوده لديه. هناك حالات وثقناها نحن والعديد من المنظمات الحقوقيه، هناك اشخاص بقوا في عمليه التحقيق لمده شهور دون ان يعرف ما هي التهم الموجهه اليهم ودون ان يعرف اين هم بشكل محمد. انطلاقا من حديثك عن دور النيابه والقضاء في هذا الموضوع، يعني في اغلب الاحيان عاده ما تستند المحاكم في حثيات احكامها تستند على اعترافات المتهم، هل تتوفر في هذه الاعترافات باعتقادكم، هل تتوفر فيها الشروط اللازمة حتى يأخذ فيها القاضي ويصدر الأحكام؟ بالطبع لا، وخير ما يؤشر على هذا الموضوع هو شهادات بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم بطريقة أو بأخرى من خلال دفع بعض الأموال وتدخل بعض الجهات السياسية لإخراج بعض الأشخاص. أشاروا في شهاداتهم لنا أن ما كان يسحب منهم من اعتراف كان تحت التحقيق والصعب وتوجيه الإهانات والضرب والتهديد، حتى وصل التهديد في بعض الحالات تهديد بعض الأشخاص بعائلاتهم وذويهم وإخوانهم. وبالتالي هذه الشهادة لا تحمل أي منطلق قانوني سليم يمكن الأخذ به من قبل السلطات القضائية. ثم بعد ذلك هناك بعض الأشخاص قاموا أمام القضاء بالاعتراف بأنهم تعرضوا للتعذيب وأنهم يعانون من ظروف إنسانية ونفسية صعبة، إضافة إلى الاعتداء عليهم بالضرب بشكل مباشر، لكن لم يكن هناك للسلطة القضائية أي دور حقيقي. نحن نعلم أن في أي دولة هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، والسلطة القضائية هي التي توازن في أغلب الأوقات بين السلطتين بكون أنها هي مرجعيتها القانون. لكن عندما نرى أن من يطبق القانون ومن به الدور الحقيقي ليوازي بين تلك السلطات هو من يقوم بالتستر على ممارسات السلطة التنفيذية، وهنا نقصد القوات الأمنية بشكل خاص، هناك خطر حقيقي قد يطال كافة الموقوفين داخل السجون العراقية. ونحن نتحدث عن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تجري بحق أولئك النزلاء وما زالت تجري للأسف إلى هذه اللحظة. سيد محمد عماد، وأنت المتخصص بهذه الأمور والمسائل الحقوقية، يعني بين الوقت والآخر يقع ضحايا وجرحى في العراق في مختلف ساحات التظاهر وأماكن وجود المعتصمين، سواء في ساحة الخلاني أو التحرير أو الحبوبي أو غيرها من المناطق التي يوجد بها معتصمون. باعتقادكم، بعد وقوع هذه الجرائم التي تصنف جرائم من قبلكم، ما الذي يضمن ألا تسقط حقوق هؤلاء المواطنين بالتقادم؟
عندما أتحدث عن القانون فالقانون يكفل حق التقاضي والحصول على تلك الحقوق سواء عن طريق رفع دعاوى قضائية على الأشخاص المتسببين بتلك الانتهاكات أو نعم من خلال مقاضاة أشخاص معينين بحد ذاتهم. لكن السؤال الحقيقي يجب أن يكون متى سيتحرك المجتمع الدولي والأدوات التنفيذية الفاعلة نعم في المجتمع الدولي للضغط على السلطات العراقية لوقف سلسلة الانتهاكات المستمرة إلى هذا اليوم منذ عدة عام وأكثر من عفوا إلى هذه اللحظة. وبالتالي نعم قمنا نحن برصد وتوثيق نعم عدة حالات موجودة بأسماء وبملفات كاملة ينطبق عليها جميع أركان الجريمة الدولية، لكن ما ننتظره الآن هو أن يكون هناك دور حقيقي للسلطة التشريعية كون أنها هي الضامنة والتي تشرع القوانين لوقف وممارسة دور عملها الرقابي، وهنا أقصد مجلس النواب، نعم بالإضافة إلى أن يكون هناك تحرك حقيقي من قبل مجلس الأمن. مجلس الأمن هو الأداة التنفيذية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن وغيرنا من المنظمات أرسلنا تقارير مفصلة بالحالات التي كانت تجري في العراق بشكل يومي وعن أعداد الضحايا والأشخاص الذين فقدوا حياتهم، بالإضافة إلى المعتقلين والمختفين قسريا. لكن إلى هذه اللحظة ومع كل هذه الانتهاكات والأرقام التي وثقناها لم نجد أي تحرك حقيقي داخل جمهورية العراق، على الرغم من أنه كان هناك عدة زيارات دولية من قبل مندوبين للأمم المتحدة وجرى هناك انتهاكات خلال وجود أولئك المندوبين، لكن للأسف لم يكن هناك ردة فعل حقيقية أو توازي حجم الجريمة المرتكبة من قبل السلطات العراقية، وهنا نخص بالذكر السلطات الأمنية. كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسط يا سيد محمد عماد، شكرا جزيلا لك.